من وثيقة مبدئية قدمها نتنياهو وعرض على وزراء الكابينة الأمني والسياسي خطته اليوم التالي من الحرب على قطاع غزة. ووفق ما ورد في هذه الوثيقة، فإن نتنياهو قدم هذه المبادئ وتشمل احتفاظ إسرائيل بحرية التدخل الأمني في قطاع غزة دون حد زمني، كما تتضمن أيضا إقامة منطقة أمنية عازلة في القطاع متاخمة لغلاف قطاع غزة. ينضم إلينا من القدس مراسل التلفزيون العربي أحمد دراوشة. مرحبا بك أحمد. إذا نتنياهو يقدم وثيقة مبدئية لرؤيته لليوم التالي بعد انتهاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ماذا ورد فيها؟ بالفعل محمد، وهي تشمل تجميعا لكل من كان تحدث عنه نتنياهو خلال الفترة الماضية، تتقسم على ثلاثة مستويات. على المستوى الفوري يتحدث نتنياهو عن الانتصار والانتصار المطلق والقضاء على حركة حماس في قطاع غزة. على المستوى المتوسط يتحدث عن جملة من الإجراءات، منها فرض سيطرة إسرائيلية كاملة على قطاع غزة وعلى كافة المنطقة التي تقع إلى الغرب من نهر الأردن، بالإضافة إلى سيطرة إسرائيل على حدود قطاع غزة مع دولة مصر، مع شبه جزيرة سيناء، عبر إقامة ما يسميه نوع من أنواع الجدار الأمني على تلك المنطقة. هذا الجدار سيكون مجودا بوسائل لمراقبة ما يجري ومنع التهريب سواء تحت الأرض أو فوق الأرض، بما في ذلك معبر رفح بتعبير البيان الصادر عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية. ورغم أن إسرائيل كانت تتحدث خلال الفترة الماضية عن السيطرة الأمنية على قطاع غزة دون السيطرة المدنية، لكن وثيقة بنيامين نتنياهو التي عرضها اليوم توضح بوضوح أن الاحتلال الإسرائيلي معني أيضا بالسيطرة المدنية على قطاع غزة، وهذا أمر خطير. يتحدث ليس فقط عن نزع سلاح المقاومة في القطاع، إنما أيضا عن نزع التطرف من مناهج التعليم ومن المؤسسات الدينية. هذا يعني أن الاحتلال الإسرائيلي يريد مراقبة كل ما يجري الحديث عنه في المدارس، مراقبة مناهج التعليم، مراقبة وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مراقبة المؤسسات الدينية، ويقصد الجوامع. الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يراقب خطب الجمعة، يريد أن يراقب ما يجري من مؤسسات تحفيظ القرآن وما إلى ذلك، لأن إسرائيل كانت تتهمها خلال السنوات الماضية على اعتبار أنها معقلا للإرهاب. كذلك يتضمن إدارة أو إقامة هيئة محلية بتعبير رئيس الوزراء الإسرائيلية تتولى إدارة القطاع، مكونة من أشخاص لا تدعم الإرهاب ولا تحصل عن رواتب من جهات داعمة للإرهاب، والقصد هو أنها ليست متماهية مع حركة حماس وليست متماهية مع السلطة الفلسطينية خلال السنوات الماضية. ومع ذلك تحدث في نفس الوقت عن أن هذه الجهات ستكون لديها تجربة في الحكم، فأي تجربة حكم في قطاع غزة من جهات ليست محسوبة على السلطة الفلسطينية أي قبل 2007، وليست محسوبة على حركة حماس. حسب ما أعرف لا توجد كثيرا من الجهات هكذا في قطاع غزة، هذه النقطة غير واضحة تحديدا من يقصد بنيامين نتنياهو بها. كذلك يشترط نتنياهو إعادة إعمار قطاع غزة بما يسميه اكتمال نزع سلاح المقاومة، بالإضافة إلى بدء مسار نزع التطرف من المدارس في قطاع غزة ومن المؤسسات سواء التربوية أو الدينية. نزع التطرف كما يسميه ستكون مسؤول عنه دول عربية، يقول نتنياهو إنها نجحت في نزع التطرف من مناهجها دون أن يوضح ما هي هذه الدول. بالإضافة إلى ذلك طبعا طرح نتنياهو ما يكرره منذ الأسابيع الماضية، وهو بالأساس أن إسرائيل لا تقبل أي إملاءات دولية لإقامة دولة فلسطينية أو لترتيبات دائمة، وأن ذلك سيكون بعد مفاوضات طويلة. باختصار، خطة تختصر أو تكرر كل ما تحدث عنه نتنياهو خلال الفترة الماضية، يغيب عنها تفصيل كبير، معظم التفاصيل تغيب عنها، أقرب إلى أفكار عامة يجري تداولها وليس إلى خطة كما كانت تطالب الولايات المتحدة، ولا تنتهي في نهاية المطاف بإقامة دولة فلسطينية كما كانت تخطط الدول العربية أو تسعى الولايات المتحدة. هناك أيضا نقطة مهمة هي المنطقة العازلة.
إسرائيل لأول مرة على لسان مسؤول إسرائيلي هو رئيس الوزراء تقر بأنها تنشئ منطقة عازلة، وتقول إن هذه المنطقة العازلة ستبقى موجودة طالما بقيت الدواعي الأمنية لهذه المنطقة. ونحن نعلم أن إسرائيل ولا مرة كانت تتحدث عن تراجع الدواعي الأمنية، بمعنى فرض منطقة عازلة على حدود قطاع غزة مع غلاف غزة. نتنياهو يتحدث طالما بقت الدواعي الأمنية ربما القصد فرض منطقة عازلة بشكل دائم. محمد، نعم، اللافت أحمد أن هذه الوثيقة